نتكلم عن علاقاتك الشخصية. اي صديقاتك، كنتي حيل صديقة مع شجون. اي نعم. ليش افترقتوا؟ في احد دش بينكم؟ لا، هو اذا على اللي يدشون، اذا بنصغر عقولنا كثير اللي يدشون صراحة، وانتي تعرفين وصفنا. بس كنتي ما ترضين عليها وتحبينها. وما زلت. انا مو من النوع اللي يختلف مع شخص او تنتهي صحبته معه ممكن يذم فيه. يعني انت تعرفين للامانه هي ما تجيب طريقك الا بالخير. انت تعرفيني بالسر وبالعلن، يعني اي والله مو مش هالنوع. نعم. يعني بس انه خلاص، يعني هي في فتره كانت محتاجه اني اكون يمها بهالكم من تواجدي. يعني كانت محتاجه ان انا اكون متواجده معها على طول في ذاك الوقت، في هذيك الفتره، فتره زمنيه. الحمد لله هي تعدتها وانا تعديتها، الحين بامكانها تكون بروحها واكون بروحي. بالعكس، بس يعني صداقتكم مستمره. هي متلاقين قبل فتره بسيطه، قبل رمضان يعني. أيه. قاعدين مع بعض. كانت تحب بنتك وايد. ما زالت. حتى كان عندكم شيتة بالبيت. لا، عندها اهي. أيه. احنا عزت شاء الله كان عندنا كلاب اثنين. انا وهي اوسكار وكراميل. ايه زين. يقولون تحبين مرق الباميه من ام شجونه. اي طباخ امها كله حلو. حلو. كله طباخ امها. شو تقولي لها هالسنه؟ حق شجون؟ ايه، رسالة منك إلى شجون. أنا فخورة. قولي يا شجون أرسل لك رسالة. أختي عتب حب، قولي. أختي شجون أرسل لك رسالة. الله يوفقك في حياتك. الحمد لله تخطيتي أمور وايد. أنا فخورة باللي وصلتي له. النجاح مهم وتكرار الفشل يوصل لنتيجة مهمة. هي إنسانة مهمة وإن شاء الله بتوصل أكثر من كذي. حبيبتي والله، صفقة حق البنت.